حقيقة وبهذا المناخ الثقافي المعرفي الذي جاء تتويجا لجهود مجموعة من شبان كربلاء المهتمين بالثقافة عبر حملتهم الموسومة كربلاء للثقافة والفنون، أشعر أن هنالك زخم وهنالك رغبة حقيقية لتوطيد المعارف والفنون ولجعل مناخ ثقافي يستدعي حضور مجموعة من الشباب وأيضا مجموعة كبيرة من مثقفي كربلاء، وهو يمكن أن أعتبره تماثل أو تضاهي مع ما يجري في بغداد أو ما يمكن أن نسميه نشاطات شارع المتنبي. الآن أشعر أن هذه بذرة أولية لأن نبتكر شارع متنبي آخر وبتسمية ربما تكون مخالفة لشارع المتنبي. أننا في كربلاء الآن وضمن هذا المناخ الثقافي المعرفي، أشعر حقيقة أن هنالك رغبة لدى الجميع بأن تستمر هذه الفعالية وتكون أكثر فائدة وأكثر متعة. حملة جميلة وكلش رائعة التي استطاعت أن تجعل هذا الشارع هو مسرح كبير لإجراء كافة الفعاليات المسرحية، وهذا الأسبوع الثاني الذي تكون في هذا الشارع الفعاليات الجميلة التي ابتدعها حملة شبابنا، إضافة إلى المعرض الكتاب الموجود، ثم هنالك مهرجانات شعرية، ونلاحظ توافد الأدباء والشعراء من جميع مناطق كربلاء إلى هذا الشارع الجميل. الحقيقة أثني على هذا العمل الرائع لأجل التمهيد لمشروع شارع الثقافة، تأسيس شارع الثقافة في كربلاء المقدسة. طبعا فكرة هذا الشارع جاءت من شارع المتنبي العريق، شارع الثقافة والفنون والأدب في بغداد، وأيضا أسوى ببقية محافظات في العراق مثل محافظة البصرة، محافظة ديالى وغيرها من المحافظات. إذن اليوم نشهد في العراق حراك ثقافي حقيقي لتوسيع القاعدة الثقافية وتوسيع النشاط الثقافي الفني. كربلاء باعتبارها مدينة لها أهمية في العراق، فأيضا لابد أن يكون هناك أنشطة ثقافية، أنشطة فنية تتيح الفرصة للفنانين للمشاركة في مثل هكذا ملتقيات، تتيح الفرصة للشعراء وأيضا للمثقفين. متبني لهذا النشاط هو حملة شبابنا، مجموعة من الشباب من طلبة الإعداديات تتراوح أعمارهم من 17 إلى 25 قاموا بهذا النشاط بجهودهم الخاصة وجهودهم الذاتية بعيدا عن أي دعم من أي جهة سواء كانت حكومية أو دينية أو تيار أو غير ذلك.